ماما جهزي بسرعة عشان خطيبي عازمك على سوشي. على ايه يا اختي؟ على ايه ايه سوشي؟ ايه ده؟ يلا ما نروح نشوف. الله ما شاء الله، المحل شكله حلو قوي. وايه الحاجات دي؟ الحاجات دي بتتاكل يا بنت يا هبه؟ ايه ده؟ حاجات مربطه ومش عارف وايه ايه ده، سمك ناشف والريحه دي يا هبه، ايه الريحه دي؟ قلبت بطني. ايه ده؟ ايه ده؟ حاجات متغطيه وبعدين ايه العينات دي؟ ده احنا هنحلف عليها دي ولا ناكلها؟ وحاطين لنا خله سنان من دلوقتي؟ هو احنا كنا كلنا عشان ننضف سناننا؟ ده ايه المرار طافح ده؟ لا يا اختي والله سدتني. ايه وايه ده؟ عامل زي ما يكون حد مرجع. لا 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 اكل ايه؟ لا 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 يا بنت، احنا نروح ناكل حاجه كده ترم عضمنا. ايه ده؟ حماتي تعالي يا حماتي تعالي، اما يلفولي كده هو التكاوي تاخديه معاكي، يلفولي شويه من السوشي تاخديه معاكي. يلفولي ايه يا اخويا؟ الهي يلفوك في كفن يا بعيد، الهي يلفوك في كفن. عشمتني بالحلق، علقت انا وداني ولا معرفش بيقولوا ايه. دفعت فيها كام بقى؟ دم قلبك يخطي.